وبالعودة مشاهدينا لتطورات التوغل التركي في شمال العراق، ينضم إلينا مراسلنا من أربيل صهيب الفهداوي ليضعنا في آخر التطورات على الأرض. صهيب، كيف تبدو؟ نعم، التطورات تتركز في مناطق التابعة لقضاء زاخو الواقع شمال محافظة دهوك. بحسب مدير ناحية دركار، أفاد بأن الجيش التركي نفذ مؤخرا عملية إنزال جديدة بالقرب من أحد الجبال الكبيرة، وهو جبل خامتير. وهذا الجبل هو يعتبر أحد أكبر الجبال الواقعة في منطقة زاخو. وكذلك شهدت هذه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات الجيش التركي التي توغلت في هذه المناطق ونفذت عمليات إنزال جوية. أسفرت هذه العمليات عن مقتل أحد الجنود الأتراك بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية، وأيضا بحسب مصادر محلية ذكرت بأن هنالك ضحايا في صفوف عناصر حزب العمال الكردستاني بسبب هذه العمليات. التطورات الأخيرة حذر منها العديد من المسؤولين في إقليم كردستان، أبرزهم السيد هوشير زيباري وزير الخارجية الأسبق وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم هنا في كردستان. ذكر بأن الهجوم التركي الأخير الذي يعد هو الأعنف والأكبر مقارنة بالهجمات التي نفذتها تركيا في مناطق شمال العراق، ذكر بأن هذا الهجوم هو هجوم خطير ويعد سابقة، وحذر من نتائجه خاصة مع حديث الأوساط السياسية التركية عن أطماع في الموصل وكركوك وامتدادات الدولة العثمانية في هذه صحيح. المناطق. من جانب آخر نعم. مع كل هذه التصريحات والمعطيات على الأرض، كيف تبدو حالات النزوح صهيب؟ نعم، في الحقيقة المسؤولين المحليين في هذه المناطق حذروا من أن سكان القرى التي تعد أو التي كانت تعد خارج المناطق العسكرية تعتبر مناطق مأهولة بالسكان، واضطر عدد كبير من سكان هذه المناطق من الهجرة والخروج من هذه المناطق بسبب العمليات العسكرية. أحد النواحي التابعة لقضاء زاخو ذكر المسؤول عنها بأن هنالك نحو 10,000 شخص مدني مهدد بالنزوح من هذه المناطق إلى داخل قضاء زاخو وإلى داخل ناحية إحدى النواحي التابعة للقضاء التي تضم عدد كبير من القرى. هنالك المئات من القرى التي نزح سكانها من الشريط الحدودي بسبب العمليات العسكرية التي تشهد هذه المنطقة منذ أكثر من 3 عقود. شكرا جزيلا، سنبقى دائما في ضوء كل التطورات من أربيل، مراسلنا صهيب الفهداوي.